ده موسم السفر للحج، كل سنة وانتم طيبين. أهم نقطة في السفر للحج، إيه اللي بيحصل في رحلة الحج؟ الحجاج بيتعرضوا أولا، بيمشوا في الشمس، درجة الشمس طبعا في مكة درجة حرارتها عالية جدا، فلابد إن احنا نستخدم خصوصا أثناء الطواف وأثناء السعي، دي كلها حاجات بتتم مناسك بتتم في جو مفتوح منه للشمس على طول، أو الوقفة في عرفات، كل الحاجات دي لازم كريم واقي من الشمس. ما ينفعش أبدا نصحى الصبح قبل ما تغسل قبل ما تعمل أي حاجة، لازم تستخدم الكريم الواقي من الشمس اللي بيحدده لك الدكتور عشان تقدر تؤدي كل المناسك ديت وانت حامي نفسك من أشعة الشمس. الحاجة النقطة التانية المهمة اللي ناخد بالنا منها في أثناء الحج، انه الكريم الواقي من الشمس ده مدته بتاخد من 3 لـ4 ساعات، بعد كده بيبتدي يفقد تأثيره، وبالتالي فلازم نجدده. دي فكرة خطأ الناس بتقع فيها، الواحد بيفتكر انه هيحطه الصبح ويقعد لحد الشمس ما تغرب، هو اخر 3-4 ساعات بيكون فقط تأثير، وبالتالي انت بتتعرض للشمس كده من غير واقي شمسي وانت متصور ان انت حاطط الواقي الشمسي، فلازم نجدده في اثناء فترة الظهيرة او العصر، نرجع نجدد نحطه من جديد عشان يستكمل الحماية. طبعا الملابس بتبقى بيضاء وقطنية فما فيش مشكلة منها، لكن اهم حاجة الكريم الواقي من الشمس. اهم نقطة الاستحمام باستخدام صابون مضاد للبكتيريا، لان في تجمع كتير من الناس عشان ما يحصلش فيه اي امراض جلدية معدية بين الحجاج وبعضهم، فالاهتمام بالنظافة الشخصية، استخدام اي صابونة مضادة للبكتيريا حتى بنجيبها من السوبر ماركت، مش ضروري تكون حاجة غالية، اي صابون مضاد تقرأ عليه كلمة مضاد للبكتيريا، نستحمى بيه يوميا مرة او مرتين في اثناء فترة التجمعات ديت لمنع حدوث اي عدوى، ونتمنى لكم العودة سالمة من الحج ان شاء الله.